تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشارك اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمدينة اسطنبول التركية في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامية، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل الذي شارك اليوم في الاجتماع التحضيري. من اسطنبول، مفاد تلفزيون الجزائري طه بليتي. تمثيل وحضور دبلوماسي قوي للجزائر في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية تحضيرا للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستحتضنها اسطنبول هذا المساء. مشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في اللقاء التحضيري حمل أبعادا عميقة مهمة لرؤية الجزائر وموقفها من الهمجية العسكرية الإسرائيلية ضد شعب أعزل. طلب اجتماعنا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين والعمل لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في فلسطين والتي ترقى إلى جرائم حرب. وفي نفس السياق حث الاجتماع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذا الجرائم. النقاط المدرجة في جدول أعمال مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي وحجم المشاركة والهبة الإسلامية ترسم الطريق بوضوح لقمة ناجحة. وعلى هامش الأشغال، تحدث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل سمح باستعراض الراهن الفلسطيني على ضوء التصعيد الخطير والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وأكد سبل مواجهة هذا الوضع من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. وبالمناسبة، جدد بن صالح موقف الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الداعم والثابت وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه كاملة. من جهته، نوه رئيس الوزراء الفلسطيني بدعم الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللامشروط للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب قيادة وشعب فلسطين. هذا وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته غير العادية التي عقدت أمس بالقاهرة بمشاركة وزير شؤون الخارجية عبد القادر مسهل، قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة عبر التحرك في مسارات متعددة ومنظمات دولية مختلفة. كما كلف مجلس وزراء الخارجية العرب الجامعة العربية بإعداد خطة لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث غزة والتي أسفرت عن استشهاد ما يربو عن 100 فلسطينية بينهم أطفال وإصابة الآلاف الآخرين وتقديم المسؤولين عن قتل المدنيين الفلسطينيين للمحاسبة. هذا وتواصل جموع المصلين زحفها من كافة المناطق باتجاه المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة القدس ومحيط بلدتها القديمة، تزامنا مع تواصل مسيرات العودة في المناطق الحدودية للقطاع مع المحتل الإسرائيلي ثامن جمعة والتي سميت بجمعة الوفاء للشهداء.
إلى تقلبات الطقس الآن، حيث خلفت الأمطار الطوفانية التي تهاطلت أمس بالمناطق الشمالية لولاية سطيفة هلاك شخص ببلدية عين الكبيرة بعد أن جلفت سيول ودحيون سيارته النفعية. كما يجري الآن البحث عن مفقود آخر بقرية الجراجرا الذي جلفته السيول حسب مصالح الحماية المدنية. السيول الجارفة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه غمرت العديد من الشوارع والتجمعات السكنية والمؤسسات والمحاصيل الزراعية ونفوق العديد من رؤوس الأغنام، وتسببت في عرقلة كبيرة لحركة المرور عبر العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية. إلى أجواء النفحات الرمضانية الدينية، جامع كتشاوة وبعد ترميمه وتدشينه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، توجه المصلون أمس في أول يوم من شهر رمضان لتأدية صلاة التراويح. زميل هشام أكلي انتقل إلى جامع كتشاوة ورصد لنا الأجواء الإيمانية للمصلين وانطباعاتهم. بقلب العاصمة وبالحي العتيق بالقصبة السفلى ووسط أجواء رمضانية إيمانية، أدى العاصميون صلاة التراويح لأول يوم من أيام شهر رمضان المعظم بجامع كتشاوة بعد تدشينه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. العاصمة هنا والقصبة معروفة بتاع رمضان تاعها، ديما نشيط مساجد قاعدك، والحمد لله هذا العام دادوا فتحوا لنا جامع كتشاوة. كانت نراه ان شاء الله شوف كيما الله يبارك راهي. الانسان يفرح كثيرا عندما يشوف بيت من بيوت الله عز وجل رمم وعاد فيها صلاه التراويح، فهذا هذا كما نقول الامنيه تاع كل مؤمن. وانسان واش نقول، ان شاء الله العاقبه لكل مساجد العتيقه. والله غير ما شاء الله فريمون يفكرنا تقريبا كيما راه مكتوب هذا فريمون شغل حاجه كبيره بزاف. قلت لك شفتهم جوست اون دايو، جيت مام لي ساندي جوست باش نصلي تراويح هنا، ويعني شيء جميل بزاف. وما نقريو هذو لاولادنا ونفهموهم بلي هذا تاريخ عظيم تاع الجزائر، ويعني ما نقول لك صرح من مسارح الاسلام لعوده ولاه الجزائر، يعني حاجة عظيمة. كانت لنا صلاة التراويح في مسجد كتشاوة، كانت أجواء روحانية، أجواء يعني جميلة رائعة جدا. نسأل الله المولى عز وجل أن يتقبل منا صلاة. جامع كتشاوة تحفة أثرية وتاريخ من صمود العاصمة، والعاصميون يحرصون فيه على تأدية صلاة التراويح لما فيها من تهذيب للنفوس وتزكية للقلوب. وهي الأجواء الإيمانية نفسها التي عاشها المصلون بمسجد عبد الرحمن بن خلدون من خلال تأدية صلاة التراويح بداية من أولى ليالي الشهر الفضيلة، وهذا بعد تدشينه مؤخرا بطاقة استيعاب تتجاوز 10,000 مصلين. يقول هشام بوميدة. مسجد عبد الرحمن بن خلدون واحد من بيوت الرحمن يفتتح أبوابه للمصلين في أول أيام رمضان لهذا العام بعد مدة إنجاز دامت عقدين. وتأسيا بما قام به سيد رئيس الجمهورية في تدشين قاعة صلاة للمسجد الأعظم والزاوية بالقيدية، حتى نحن اليوم نسعد أننا نجمع هؤلاء المصلين وهذا الجمع الغفير لندشن هذا المسجد وننطلق في أول صلاة التراويح، وهي إضافة بالنسبة لبلاد بومردس. هذا المسجد يستضيف ما يجاوز 10,000 مصلٍ. تدشينه رسميا كان لإقامة صلاة تراويح أول أيام هذا الشهر الكريم. وشهر رمضان هو شهر القرآن، فمقراءة البليدة مدرسة قرآنية يحفظ فيها كتاب الله عز وجل لمختلف الفئات العمرية، كما تمنح الإجازات في القراءات العشر الصغرى والكبرى. نصر كحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. على اختلاف مهنهم كلهم حفظة لكتاب الله يعرضونه حفظا وتجويدا وترتيلا على المجلس العلمي لنيل الإجازات في القراءات العشر. نحن في مدرستنا نركز على تجويد القرآن الكريم بمعنى جميع القراءات. حلقتنا مقسومة لحلقة خاتمات، حلقة مبتدئات، حلقة أطفال. عندنا تقريبا 1200 يعني طالب وطالبة، عندنا ما يقارب 84 أستاذة، كلهن متطوعات لخدمة القرآن العظيم، لأنه يعني عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله الذي وفقني لأن أجد وقتا لحفظ كتاب الله وأن أتعلم قراءته رغم على أن عملي نجار. نحمد الله أولا على الفضل تاعه منا علينا، ختمنا كتاب ربي وزاد منا علينا هذه الهيئة في صحة التلاوة تاعنا، وفي نفس الوقت واحد راه مازال يدرس في الطب. إنه فود من أفواج عدة تعاقبت على هذه المقراءة، أتقنوا أحكام التجويد ونالوا الإجازات القرآنية. كنا أهداف هذه المقراءة، الهدف الأول وهو تصحيح التلاوة وقراءة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو إحياء سنة الإقراء بالسند المتصل إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لدينا هنا تكوين خاص إذ حافظ القرآن الكريم يأتيها هنا لكي يتقن القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. بالنسبة لمقرأتنا هنا هي تكون كثير من المقارئ الموجودة على المستوى الوطني. على مر السنين تعمل مقراءة البليدة على اختيار نخبة القراء أجادوا حفظ كتاب الله وفق القراءات العشر. في موضوع آخر، وفي اليوم العالمي للمتاحف لنا وقفتنا عند أهم المعالم الأثرية والتاريخية في الجزائر وضرورة المحافظة عليها، في ريبورتاج فاتحة بوعرب. رغم ما تتمتع به الجزائر من معالم تاريخية ومواقع أثرية تمكنها من منافسة كبرى الدول السياحية، إلا أن السياحة الأثرية في الجزائر ما زالت تعاني التأخر. هاد المنطقة هذا وهاد الأثر رانا نشوفوه فيه غير محمي، باسكو ولا ما كاش لا سيكوريتي وما كاش يقدر ينهبوه ويخرجوه خارج الوطن. لا ما صبناش انا مرشد سياحي، مي اللي جا معانا جا قاعد يفهم فينا بلي هادي بلاصه عندها الف سنين. لي جون سون بيردو ما يعرفوش كيسكو سي ان بازيليك، كيسكو سي ان فورام. دايور جي ديموندي كيسكو سي لو فورام، كيسكو سي ان فورام بازيليك، لا فونتين، الفوق، لو تياتر، لانفي تياتر، اي اي سافا كوا سا سير، اي سافا لي جون نو سانتيريس با ترو. الجهات الوصية تسعى جاهدة من أجل إحصاء وتصنيف المعالم الأثرية والتاريخية لحمايتها من التخريب والاندثار. الناس اللي عايشين حول المعالم أو حول المواقع الأثرية لازم يعرفوا باللي يقدروا يعيشوا اقتصاديا من هذه المواقع. لما نلتحق إلى تحقيق هذا الهدف راح نشوفوا باللي الناس اللي عايشين حول المواقع راح يكونوا أدوات للحفظ، لازم راح يشاركوا هما بحد ذاتهم في كل ما يتعلق بحفظ المعالم والمواقع. تعميق الاهتمام بالسياحة الثقافية من شأنه أن يعطي دفعاً قوياً للقطاع وجعله رافداً من روافد التنمية الوطنية المستدامة، مع خلق ثروة حقيقية من خلال استغلال الممتلكات المادية واللامادية. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة حجزت أمس مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بمعسكر 31 كيلوغراما من الكيف المعالج والسيارتين، وأوقفت 7 تجار مخدرات. في سياق متصل حجزت مفرزة للجيش بكل من سوق راس، تبسة وطرف أزيد من 10,000 لتر من الوقود. كما حجزت مفرزة أخرى للجيش بتمن راست جهازي كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط ومولدين كهربائيين.
في الرياضة وفي إطار الجولة 30 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، يستقبل صالة اليوم شباب قسنطينة فريق نادي بارادو بملعب الشهيد حملاوي، فيما تلعب باقي مباريات هذه الجولة غدا السبت في توقيت واحد في حدود الساعة 4 بعد الزوال. كان إذن آخر خبر في نشرة اليوم، شكرا على المتابعة، في أمان الله.